استطاع منتخبنا الوطني للناشئين بكرة القدم من الفوز بمباراته الرابعة والأخيرة في بطولة غرب آسيا للناشئين على فريق الإمارات بهدفين مقابل هدف، ليحصد العلامة الكاملة من 4 مباريات ويحصد لقب البطولة. نحب نهني الشعب العراقي على هذا الفوز. المباراة تختلف طبعا عن المباراة السابقة، كل فريق يلعب بأسلوب معين بطريقة معينة. قدروا يعني يجارون الفريق الإماراتي، لكن يعني جه هدف التعادل علينا بالدقائق الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني. حاولنا نزيد بالحالة الهجومية والحمد لله قدرنا نرجع للمباراة ونحقق هدف الفوز، وهذه فتفادة أن كبيرة هاي المباريات الأربعة تمهيدا لتصفيات أمم آسيا اللي راح تكون في قطر. هذا الإنجاز اللي حققه ناشئة العراق ليوث الأسود، يعني نعتبر احنا قاعدة للمنتخب الوطني ان شاء الله، هم الركيزة الأساسية هذا الفريق اللي يلتزم بالأخلاق والانضباط العالي لما يتمتعون، وكادر تدريبي بصراحة متميز المتمثل بالكاف في القحطات كثير. هذا الفوز نهديه لكل العراقيين. دخل فريقنا المباراة وهو مصر على الفوز، فكان ضاغطا منذ البداية، ولكن تكتل المنتخب الإماراتي الدفاعي أخر تقدمه حتى جاءت الدقيقة 28 ليسجل اللاعب عمار ضياء هدف العراق الأول من تسديدة من خارج منطقة الجزاء، وتوالت الفرص من دون تسجيل لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة. مباراة كانت مهمة حماسية، لكون تعرف ما عندهم خيار المنتخب الإمارات، وإحنا من البداية قلنا بأنه هذا منتخب يعني راح يكون إن شاء الله له حظوظ كبيرة ويكون أكبر داعم إلى المنتخب الوطني. نهدي الفوز للشعب العراقي، ونهدي للكادر التدريبي، ونهدي للجماهير هاي اللي حاضرة اللي فرحناهم بهذا الفوز الجميل، واحنا اللي دخلنا البطوله من اول يوم دخلنا روح وحده وجماعيه للفريق كله، والحمد لله والشكر حققنا اللي نريده واللي يريده الكادر التدريبي، وان شاء الله هاي تحضيرات لامم اسيا ان شاء الله نوعد الشعب العراقي ونوعد الكادر التدريبي والاتحاد ان شاء الله احنا صاعدين لكاس العالم ان شاء الله. تعرف حققنا الفوز على منتخب عريق مثل المنتخب الاماراتي، وان شاء الله يا رب اخذنا البطوله وان شاء الله كل التوفيق. دخل منتخبنا الشوط الثاني مطمئنا على النتيجة، فتراخى لاعبوه ليسمحوا للاعب الإماراتي محمد مبارك من تسجيل هدف التعادل. استمرت دقائق الشوط الثاني بمحاولات لمنتخبنا لم تسفر عن شيء، حتى جاءت الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع ليسجل اللاعب مهند علي هدف الفوز للعراق، لتنتهي المباراة بهدفين للعراق مقابل هدف واحد للإمارات.